الله يكون وين؟ مالك؟ ودت دلال حالها وشا شنو ودت دلال حالها؟ صاف 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 قطع 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 أنا جيدة أنا جيدة قطع يا ماشي السلام عليكم. شنو وقع عاوتاني؟ من لابس الوليد؟ شنو كاين؟ شوف عاوتاني، هما الطبيب يديروا العملية بعد ما الفاس يديروه. الدواء وانا نشتري وقال لك عطا الدواء قبل ما دير العملية، ما عندناش باش نشريو الدواء. دابا شنو المشكل؟ خاصة الدواء؟ زاد عليها الحالة هادشي. صافي الوليد كوني هاني، أنا غادي نشوف، غنشوف نبيع تليفوني ولا نتسلف ولا شي حاجة ونجيب لك الدواء. شكون؟ وعليكم السلام. رئيس الفلولي؟ هو هذا اخويا. السلام خويا، عندكم واحد الشهر ديال لافاكشور ديال الضو مخلصين وش تجمع لكم الضو من شحال اخويا عندنا ديال الموضوع؟ عندكم 1500 درهم. 1500 درهم اخويا، كنا هذا الودو كنفرقوا على الحومه كامله باش يجي 1500 درهم. خويا خلص وسير شكي. غادي خلص وسير شكي قهر سوني بها صاحبي. خويا انا جاي وراه بزاف باش انا غادي نقطع لك المكنه ديال الضو. واش بقى فيك هاد الوالده اللي مريضه بحال هكا تقطع عليها الودو؟ وحشومه بحال هكا. اخويا صبر معنا الله يرحم الوالد اللي ما عندها لا دواء نزيدو نخلي ولا ما لا دو راه بزاف هادشي. المهم على حساب اللوجيست ديال الوالده غنعطيك 3 جو تخلص لي الموضوع دو سينو غادي تقطع. انا راه جاني امر باش نقطعو وهادشي ماشي خدمتي، يعني غادي نحاول نبيك عليك وصافي باش ما على حساب الوالده ديالك. الله يجازيك بخير، الله يرحمك الوالد. الله يجازيك بخير، خلص الموضوع ديالك صافي ان شاء الله. يلا تبارك الله يرحم الوالد. بزاف هادشي 1500 درهم ديال الموضوع زيد الدواء، والله حتى بزاف هادشي حشومه كاع. 1500 درهم كون كنت هاد الما كتفرقوا الوالده الحومه كامله ما تجيش 1500 درهم. المهم دابا ماشي مشكل، شوف انا غادي نمشي نبيع تليفوني ولا نشوف نتسلف ولا نتكلف ونشري لك الدواء بعدا هو الاول ونشوف المشكل ديال هاد الموضوع هذا. خليك مع الوالده عندك تخرج ولا شي حاجه غير هكا، ولا كان شي حاجه اتصل بيا صافي. انا مشيت نشوف هاد المشكل نحلوه ونمشي. السلام عليكم. خويا تشري من ديال التليفون؟ شحال طالب؟ شحال تعطيني فيك؟ عطاك 2000 درهم. ويلي على 2000 درهم، التليفون كي 3000 درهم تعطيني 2000 درهم. هذا هو الجهد ديالي راه خويا. ويلي 3000 درهم 2000 درهم، كون كنت سارقهم ما تعطينيش فيه 2000. لا دابا اخا عندي بزاف منهم واحدين عندي. خويا لا سمح لي عطيني التليفون. شكرا اخويا. مرحبا. ويلا على 2000 درهم مال هذا باغي ينصب عليا، نمشي نشوف واحد اخر. ما نحنا على هذا مشكل بعد الدريه.
غتكون غير البومبات ديال المازوط ولا شي حاجه. شوف طلع 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 دير امر طلع دير امر طلع ما تخافي ما والو طلع ضرب كونتاك سيبو عاود عاود صافي سيبو مزيان صافي مزيان ماشي مشكل هاني احنا هاني ماشي مشكل صافي اختي راه دابا الطوموبيله مزيانه تقدري تمشي شنو هادي خد هادي شنو هادي ديالك هادو حلال عليك بسم الله تستاهل شكرا بزاف والله تا شكرا بزاف فاش نخدم معاك تكون معايا في اي بلاصه شنو زعما بوديغارد باش تقول اها نخدم معاك سي بوسيبل كنعرف نصور تاسف وحتى هاد الخلعه هادشي ما مقدر ندير معاك ماشي مشكل واخا واخا طلع هانيه ماشي مشكل هادشي كنت راه شي حاجه راه وصلت بيا للعدام اخويا الجوك وكل شي حاجه يعني. ما بقاش عندي حتى ريال وباغي نتحرك شي حاجه قلب لي اخي اش قلبوني ذا صافي شكون ناوي قلب انا ولا غدار لا والو الجوك خويا المهم ديالي راه من اول قاد على الخدمه راه واش اي خدمه هذه قاد على كيما كان فرحان وقاد الحوم اش غلط معايا ربي ما تلقى راسك لا ما غلط معاك بالله والله ما نغلط معاك غلط معاك الشاف هاي بالي شوف فيه جيبو ما لا درتيش شوفا شنو هما هذوك الجوج جوج لعيبات عندك هنا 3 مليون جوج ديالي واحد ديالك صح تغلط معايا ان شاء الله انا غلط معاك هادشي عندك 3 ايام الله يحفظك يلا دور يلا دور عندك هذا غادي تبيضك علينا الدراري لا يموت
بوغوس فين شنو هذا صار هان عندك واحد العيبات بغيت تخدم معاك نشوف كاين جبليك والعيب ساوي جوج تملي عطيني فيهم 1.5 مليون نبيعهم جوج بزاف صح عطيني فيهم 1.5 مليون نبيعهم عطاك مليون مزيان مليون زيدنا شويه صحاب شوف بغيتي مليون دابا عطاك ما بغيتيهمش دير صافي راه صبر سوق سوق سير الاشار حتى حد ما بقى كيتقدم عندك واش جاتنا حتى لهنايا يا الباترون الله يلاه تشات بالبلاصه صاحبي واش جا مصفط واش غيجيو عندي واش يقدر عليا انا باش الدراري بغيتو يكونوا وي بوغوس هاني بخير الله يحفظك ها عطيتها له ويلي من السمن قطع 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 دري البروشه صاحبي اللي درناه عطينا السلعه ما دار بها والو باكي بافا من السمان باش باش كيف ما كنديرش فيه الثقه انا قلت هاد طر عندي هنا لا باش نشبر المهمة ديالي ونجيب لداركم ونخطبو سير انت كذاب انا ما كنثيقش فيك انتوش انا عمري كذبش انت راه كنطير مع الطيور انا وراه حيت كطير مع الطيور علاش ما كنثيقش فيك انا ويلي انا ما دخلني في والو في هذا الشيء تقبلني تلحقني دابا تعرفي اش كاين سكتي دابا تعرفي سكتي ريح الله ريح ريح الله وقفوا لي الكلب الله ما لعبش معاك هادشي جبت 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 لعب مع الجوكر دير لعب مع الجوكر هزو الكلب الطوموبيل هذيك هزو مع الطوموبيل انا وريك هيا تابعيني كل شيء قتلت مع الجوكر عمرك كنت في اللعبة هذا مع الناس الكبار منك
ريحوا سكوت الجوكر. عندك بلان معايا انا طلع لي الدري ماش نعرف بدرين دري بجوج شاف شاف عندنا لافا عندنا 400 مليون عندنا 4 الكلوات هاد الزفريطه وهاد البيرو دري ما دارت لكم والو كاينه لافا دري ما دارت لكم والو شاف تباعو مزيان انا عيط لبروش نشوف الوالده كيف بقات نشوف واش راه بلا البال ولا لا شاف التليفون تيصون حيدي يديك انت لا رجلك على التليفون سكتي انت برادر خويا خو الو السلام عليكم شكون معايا عليكم السلام معك الجوكر كيفاش خوك نصب علينا في جوج المليون ديال الحشيش شنو تقول الحشيش عندك 24 ساعة غتجيب لي رزقي ولا خوك غتلقاه كيتشباك في زيت طاشي في درب غلف اسمعني نقولك شنو شتي قصة البروج قال لك شي وحدين داروا من الحشيش ما داروا من الحشيش ما نعرف نمشي نشوفو دغيا انا راني عارف فين هو داير الابليكاسيون في التليفون غادي نعرف فين هو انا غنلوكاليزي يلا فاتي بعدا هو تجارة الحشيش تجارة الأعضاء ديال البشرية البشرية تخرج أنا ما عيب خليك انت بلا ما تنزلي بلا ما تنزلي خليك مالكم مع خويا؟ رزقك؟ اه اين رزق؟ الفلوس اللي صاب عليه فيهم خوك ديال اش هاد الفلوس هادي؟ ديال الحشيش اش ديال الحشيش؟ اه انتم ما كتستغلوا الشباب هذوك راه مازال الدراري الصغار كتستغلوهم يبيعوا الحشيش هذاك راه مازال مراهق هذاك راه خاصو يتعلم شي حرفه خاصو يقرا خاصو يمشي للمدرسه ما خاصوش تعطيه الحشيش يبيعو هذاك راه بحال خوك دابا انا نقول لك قلتي زيد انا خاصك الموعد خليه عندك الدراري بينوا ليا بينوا ليا بين ليا يا واعر زعما ها دوا الكلب تعتبر الشباب ها يلا تحرك من هنا تكاع يلا خويا شوف شكون فينا واش عندنا شي حد يزيد ها صافي وليتي تمشي عند مالي الحشيش حتى نتايا ها اخويا راني شنو هادشي اصاحبي كدير اصاحبي واش انايا كنضرب عليك سميره وانت عندك عليك اصاحبي واش هادي ديال التلابي اللي ربيناك تقدر تعاملي مع اصحاب الحشيش اصاحبي اسمح لي يا خويا تكاع شنو هادشي كدير اصاحبي واش بقا تفرج اخويا هشام هو اذا مريض خاصها دير العمليه وانا بقا نتفرج فيها وداويها بالحشيش غنداوها دم نبيعو لها انا واش حمق ولا مالك واش بغيتيها تموت في وسط العمليه اصاحبي صافي يلا هاني هادشي كتشوف فيه الواليد راه نسى لاكارت ناسيونال ديالو وراه شدوه البوليس وراه مشيت دابا للكوميسارية جبتو من عندو راه شتي اش كنغابر عليك الواليد اه وليد السلام عليكم دكتور كيسوني الو السلام عليكم وي دكتور لا باس ربي يخليك راه طولنا في عمرك لا شوية راه تزاد عليها الحال ولكن شوية شنو هو؟ غاتجي دير ليزاناليز باش ديرو لها العملية دكتور ولكن حنا راه مازال وجدناش 10 المليون ديال العمليه كيفاش غادي نديروا لها ليزاناليز باش دير العمليه شي واحد خلصها شكون اللي خلص فلوس العمليه تخلص فلوس مين شكون اللي خلصها ما بغاش يقول شكون تنجيو نعرف شكون هو واخا دكتور نجيو عندك دابا الطبيب حنا نجيو دابا الطبيب ان شاء الله يلا الله يطولنا في عمرك دكتور راه شي واحد خلص فلوس العمليه ولا ديري انت العمليه غادي نوليك ديري ليزاناليز دابا باش ديري العمليه نوض 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 نو
صراحة ما عرفتش واش نسكت على الجزء اللي كتبت لي هنايا. نقول لك واحد الحاجة، تزوجي بيا.